ورجعنا معكم من كفر السوسي. نكفي المقطع، الكاميرا يمكن شوي بأحيان تفصل معي لأنه هي كاميرتي القديمة. كان عندي كاميرا يعني أحسن منها بس انكسرت، هجموا علينا خضرية كنا عم نصورهم بالبرامكة مرة. هاي هون عن منطقة جامع الرفاعي. اليوم بنرجع بنقول يوم الجمعة، وهلا نحن دوار كفر سوسي هاي شايفين، هذا هو الوضع. يوم 26/8/2012 نرجع لكم المقطع اللي قبل هذا كان بقلب كفر سوسي، وهذا اللي صرنا من كفر سوسي للبرامكة عند البختيار تقريبا. المنطقة بقلولها السوق التجاري، صلى عند الجامعة أكيد بتعرفوا. شعام على الفيسبوك، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم والعيد فطر السعيد. نبراس حب هيك نوه لكم انه هي مدرستي الاعدادي والابتدائي. يلا بشوفكم على خير، نبراس.